يعني العدو الذي يريد أن يفرق بيننا من جملة سياساته أن يمنعنا عن اللقاء فيما بيننا. تحت شعار الإسلام وحملات التشويه انطلقت في العاصمة البريطانية لندن أعمال المنتدى العاشر للوحدة الإسلامية والتي تتواصل لمدة 3 أيام ويشارك فيها تلة من علماء الأمة الإسلامية ممن يحملون هم الإسلام ويعون حجم الأخطار التي تحدق بالأمة وفي مقدمتها حملات التشويه التي يتعرض لها الدين الحنيف. اخترنا هذا العام عنوان الإسلام وحملات التشويه، ما يتعرض له الإسلام من تشويه سواء بفعل القوى المستكبرة التي تحاول أن تشوه صورة الإسلام أو بفعل بعض أبناء الإسلام الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فراحوا يتصرفون بطرائق تسيء إلى الإسلام من حيث يشعرون أو لا يشعرون. إن حملة التشويه التي يتعرض لها الدين الإسلامي تستدعي وقفة من الإعلاميين الغيورين على دينهم دفاعا عن عقيدتهم. هنالك واجب مهم جدا يقع على عاتق الإعلاميين المسلمين، بل على عاتق كل إعلامي مخلص للحقيقة ومخلص للعدالة والفضيلة، يقع على عاتقه مسؤولية أن يوضح الحقائق للبشرية كلها وأن يوضح الحقيقة التي تجري في عالمنا الإسلامي وفي محيط عالمنا الإسلامي فيما يخص الإسلام، فيما يخص الحركات المتطرفة وأنها ليست تنتمي إلى الإسلام أبدا، بل هي تناقض الإسلام، تناقض تعاليم الإسلام. ولا بد لهذا الإعلام أن يوضح الحقائق الإسلامية التي جاءت في الكتاب والسنة. الإسلام دين السلام ودين العدالة ودين المحبة. وتظل محاربة الجهل محورا أساسيا في حراك العلماء لمواجهة حملات التشويه. إنها دور هذه المؤتمرات في الحقيقة هو استئصال جذور الجهل، وذلك على مستوى الأئمة الأفاضل والعلماء والشخصيات التي تحضر هذه المؤتمرات. إن هذه المؤتمرات تلعب دور التبادل العلمي ما بين المنظمات الدينية في العالم أجمع. هموم الأمة الإسلامية متعددة، ولا شك بأن حملات تشويه الرسالة السماوية السمحاء إحداها، فيما يظل الفكر التكفيري المتطرف التحدي الأكبر الذي يواجه المسلمين في المرحلة الراهنة. النزاعات التي تعصف بالعالم الإسلامي تجعل من عقد مثل هذه المنتديات أمر ملحن للتذكير بأن أمة الإسلام واحدة وأن الأخطار التي تحدق بها لن تستثني طائفة دون أخرى. ساهر عرابي للبحرين اليوم من المنتدى العاشر للوحدة الإسلامية المنعقد في العاصمة البريطانية لندن.